حياكم الله مشاهدينا الكرام أينما كنتم، مسأيتنا لهذا اليوم نستهلها بأبرز العناوين. رئيس جبهة البوليزاريو محمد عبد العزيز في ذمة الله. الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز ينفي الترشح لمأمورية ثالثة. خلال مهرجانه ولد بالخير يدعو الأطراف السياسية إلى احترام وجهات النظر المختلفة. ميلاد حكم جديد بين الموالاة والمعارضة. نواكشوط تحتضن ورشة لمكافحة الهجرة السرية وحماية الحدود. وفي النشرة تتابعون أيضا، جمعية ابن عطاء الله الخيرية توزع بعض المواد الغذائية على أسر في مدينة ودان. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلنت جبهة البوليزاريو الثلاثاء عن وفاة رئيس الجبهة محمد عبد العزيز بعد صراع طويل مع المرض. وجاء في نص بيان الأمانة العامة الوطنية لجبهة البوليزاريو إن ولد عبد العزيز انتقل إلى رحمة الله اليوم، وحسب المادة 49 من القانون الأساسي للجبهة يتولى رئيس المجلس الوطني منصب الأمين العام للجبهة ورئيس الجمهورية. يذكر أن ولد عبد العزيز هو ثاني رئيس الجبهة بعد تأسيسها عام 1973. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. من جهة أخرى، نظم حزب التحالف الشعبي التقدمي مساء أمس مهرجانا شعبيا بساحة معهد بن عباس في نواكشوط، استعرض فيه مسعود البلخير رئيس الحزب موقف حزبه من القضايا الراهنة في البلد والتي ضمنها الوحدة والعدالة الديمقراطية والصحة والتعليم. وأضاف ولد بالخير أن حزبه قرر المشاركة في الحوار الموعود، وإنه يدعو كافة مكونات الطيف السياسي للمشاركة في هذا الحوار، وبالخصوص المعارضة وهيئات المجتمع المدني، وخص بالذكر رئيس تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد الداه الذي ستكون مشاركته ضرورية إضافة إلى رؤساء أحزاب منتدى الديمقراطية والوحدة. كما تطرق ولد بالخير للعديد من القضايا الوطنية التي تهم المواطن الموريتاني. تفاصيل أكثر نلحظها في التقرير التالي. حضرت ورغم نمط حياته عايشين تحت الخيمة، نركب البل ونخبط العماية الخيلة ونركب الحمير وركبنا البقر. الحالة اللي عيشوا بها العرب هي الحالة اللي نعرفه، الحالة اللي ما تقرر فينا ولا تشمل. كلمات معبرة اختزل فيها رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود البلخير شكره وامتنانه للشعب الموريتاني وخصوصا مناضلي حزبه في مهرجانه الذي جاء بعد غياب طويل عن الساحة السياسية وما تشهده من تجاذبات بين مختلف الأقطاب السياسية معارضة وأغلبية. عاد التحالف بقيادة رئيسه والبلخير ليعبر للسياسيين وللموريتانيين من خلال التجمهر في ساحة ابن عباس وسط العاصمة نواكشوط أن التحالف ما زال موجودا وسيظل كما كان بوطنيته ودفاعه عن حقوق الشعب الموريتاني بشتى أعراقه وفئاته، موضحا أنه كان أول من دافع عن حقوق الشرائح الهشة في موريتانيا حين أسس أول حراك سياسي يدعو لشد اللحمة الوطنية والتمسك بالأخوة ونبذ ما سواها بغض النظر عن اللون والعرق كما يقول. التحالف أول حراك قال إنه سياسي قام به المتكلم هو إنشاء حركة الحر، أخوك الحرطاني هذا هو اللي نعرف به. أخوك الحرطاني إنشاء عام 1978 5 مارس أخلق هون في نواكشوط في برغة والله بيوت الله في سنكم هذه الدنيا.
وبالخير استطرد في سياق حديثه أمام مناصريه محاولا بشتى جهوده السيطرة على الانفعالات التي غالبا ما تطبع مداخلاته والتي يقول إنها تمليها ضرورة الموقف الذي يدور حوله الحديث، مذكرا بعلاقاته مع السياسيين في الأغلبية وعلاقاته الشخصية بالرئيس محمد عبد العزيز، داعيا إلى احترام وجهات نظر المعارضة من أجل أن تحترم المعارضة الأغلبية حسب قوله. نختار نقول بني بعلاقاتي جيدة ما أمكن مع الأغلبية، عن أن نتماس مع شيخة معناها بني لا دائما نتماس معهم هم. إذا بني لا مجابر معهم مع وجبار قبالة جريع والله حمي يا غير بعد الله مجابرين، وش ملاك يجيني حد منهم والله اثنين والله قاعد أكثر، وش ملاك يدعموني بعض المساي، ونعرف أن هذه الجماهير فيهم وحدين جايين من أحزاب من الأغلبية، هذا بعد قال فينا قال إذا عدلوا مهرجان ما أن الله يزيدوا عليه. خرجة سياسية جديدة لحزب التحالف الشعبي التقدمي، مررت خلالها رسائل عديدة لسكان موريتانيا رؤساء ومرؤوسين، ومحت فيها وصمة العرق التي تشعل فتيل الحرب النفسية بين المواطنين الموريتانيين، ليكون الختام بالدعوة إلى نقاش المواضيع والجلوس على طاولة الحوار. عبد الله البلال، الوطنية. وفي السياق السياسي دائما، وصف القيادي بمنتدى المعارضة ورئيس حزب عادل يحيى ولد أحمد الوقف تصريح الرئيس الحالي محمد بن عبد العزيز الذي أكد من خلاله عدم ترشحه لمأمورية ثالثة بأنه خطوة إيجابية تخدم التوافق الوطني. وقال ولد الوقف إن تصريح الرئيس ولد عبد العزيز بشأن المأمورية الثالثة يعد خطوة جد إيجابية، باعتبار أن ذلك يعد مطلباً أساسياً لمنتدى المعارضة الذي قال إنه لم يجتمع بعد لنقاش الموضوع. وكان الرئيس الموريتاني محمد بن عبد العزيز قد قال إنه لم يصرح قط بنيته تعديل الدستور من أجل أن يتمكن من الترشح لمأمورية ثالثة. وفي سياق آخر، تم الإعلان اليوم في العاصمة نواكشوط عن ميلاد حزب جديد تم الترخيص له تحت مسمى حزب الكتل الموريتانية حكم. المؤتمر الصحفي لانطلاق الحزب حضره جمهور من أنصار الحزب وأعضائه فضلا عن قادة الحزب. وقد خص رئيس الحزب قناة الوطنية بتصريح في أعقاب المؤتمر تحدث فيه عن رأيه في الواقع السياسي ومشاركته في الحوار. احنا هدافنا هداف الحزب اولا على انه ينفهم انه حزب شبابي بالكثافة، مثلا الجهة شباب كامل داعينكم له كاملين يعود حزب شبابي، وعلى انه ولين يفوت يحصل على بقيته يعدل تغيير كامل. احنا اللي له عدل الرايف ما نعرفوه، وذي المعارضه اللي الطيف الكامل في المعارضه اللي معدل معروف قالوا انه ما هو مشارك في حل ازمه، احنا ندرس ذاك. عده الامور لا يتم الا على المنحى قطعا، على اني ما عندي بوادر، ماني شايف افقي لوح بدنا ندخل ذا، ولا اللي اعطى الله عاد وعدلوا التزامات وذاك، احنا اصلا وجدنا من اجل الحوار. انطلقت اليوم بالعاصمه نواكشوط ورشه لمكافحه الهجره السريه الى اوروبا، والتي تختص بحمايه الحدود الخارجيه لاوروبا من الهجره السريه، بحضور وزيري الداخليه والعدل الموريتانيين وجمع من خبراء الدول المشاركه في مجال الهجره السريه. وتضم الشبكة دول جنوب الصحراء إضافة إلى دولتين من اتحاد المغرب العربي هما موريتانيا والمغرب. ويعتبر هذا اللقاء الأول من نوعه، وتدوم الورشة 3 أيام، يتلقى المشاركون خلالها عروضا حول الطرق الكفيلة بمحاربة الهجرة السرية. عن الورشة نتابع التقرير التالي مع الزميل محمد والبلال.
تحتضن نواكشوط العاصمة الموريتانية أشغال ورشة مكافحة الهجرة السرية وحماية الحدود التي ضمت دول جنوب الصحراء إضافة إلى البلد المضيف والمملكة المغربية عن دول اتحاد المغرب العربي الهادفة إلى مكافحة الهجرة السرية إلى أوروبا. فرصة أتيحت لوزير الداخلية الموريتاني رفقة وزير العدل للتنويه والإشادة بالخطوات الجبارة التي قطعتها الحكومة سبيلا لقطع الطريق أمام المتسللين خلسة. وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن بلادنا قد انتهجت منذ 2009 بفضل التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز استراتيجية أمنية شاملة كانت أبرز مرتكزاتها تنفيذ سياسة انتشار قواتنا المسلحة وقوات الأمن ومباشرة خطة تكوين وتجهيز لمختلف الأجهزة الأمنية. إصلاحات الحكومة الموريتانية في مجال ضبط الحالة المدنية وبسط السيطرة على حركة المواطنين والمستوطنين ضمنها وزير الداخلية تفصيلا مبرزا ومشيدا في نفس الوقت بإصلاح الحالة المدنية التي مكنت من التحكم عن قرب في هوية الدخول والخروج إلى موريتانيا. إن الضربية التي ينعقد فيها هذا الاجتماع تتميز بحساسياتها على الصعيدين الدولي والإقليمي، حيث يواجه المجتمع الدولي اليوم مخاطر تشكل تحدي كبير للاستقرار والسلم الدوليين من قبيل الجريمة المنظمة العابرة للحدود والإرهاب وعصابات الإتجار بالبشر وتهريب المخدرات وموجات الهجرة السرية. تنضاف لها تحديات خاصة نابعة من طبيعة منطقتنا وظرفيتها التي تميزها مهل الجفاف ومحدودية الموارد مقارنة مع متطلبات التنمية. الرقابة الترابية وحراسة الحدود المسؤولية الجسيمة التي تقع على عاتق الأمن الوطني الموريتاني المشارك بالدرجة الأولى في الورشة التي تدوم 3 أيام يتطلع لمخرجاتها بشيء من الارتياح. هذه اليوم ورشة منظمتها إدارة الأمن الوطني مع جهات أمنية أخرى ومع المنظمة الأوروبية قال فرونتكس الحدود. إذن فيه تعاون بين بعض الدول الإفريقية في موريتانيا ومنظمة حدود أوروبا فرونتكس. على الرغم من اختلاف اللغة والجنس والهوية يجمع المشاركون في ورشة أفريكو فريتكس على معالجة القضية من كل الأبعاد والزوايا المختلفة وصولا إلى حماية جماعية لكل حدود البلدان المشاركة من المهاجرين. فكيف ومتى هي موضوع الاجتماع؟ نشرتنا مستمرة لكن بعد هذا الفاصل. نقل الخبر بوطنية. المحافظة على الوحدة الوطنية، الإيمان بالوطن والانحياز للمواطن. هذه هي قناة الوطنية. هي قناة الوطنية. هي أهلا بكم من جديد. اختتمت اليوم في نواكشوط الورشة الإقليمية حول تعزيز الالتزام السياسي لصالح العائد الديموغرافي وتغيير السلوك بإشراف الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية. وبحسب الأمين العام فإن الورشة خرجت بجملة من التوصيات الهامة التي تلامس أهداف النشاط.
وقد أبرزت توصيات ورشة نواكشوط أنكم حققتم الأهداف المرسومة لهذا النشاط. وقد أصبحت بلداننا تتوفر اليوم على خطة عمل إقليمية للمناصرة السياسية لصالح العائد الديمغرافي، اعتماداً على تحليل أوضاعها باستخدام أدوات فعالة، بحيث احتوت هذه الخطة على أنشطة تهدف إلى تعزيز مؤسساتنا العاملة في جمع وتحليل البيانات وتحيين السياسة السكانية وإنشاء مراصد وطنية ومرصد إقليمي لمتابعة هذا الموضوع الحساس. وأضاف الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية خلال اختتام الورشة أن رسم خارطة طريق واضحة هو هدف المشاركين، خاصة في تغيير السلوك الديمغرافي للبلدان المشاركة. كما أسفرت أعمالكم عن خارطة طريق واضحة المعالم لإعداد وتنفيذ استراتيجية إقليمية في مجال الاتصال وتغيير السلوك اعتماداً على تحليل دقيق للأوضاع في بلادنا. أيها السيدات، أيها السادة، أستطيع أن أؤكد لكم أن اقتراحاتكم تتماشى بالكامل مع الأجندة الوطنية والإقليمية والعالمية التي اعتمدتها بلداننا. قامت المحكمة الجنائية بنواكشوط اليوم الثلاثاء بالاستماع لشهادات في قضية ملف المخدرات المشمول فيه نجل الرئيس الموريتاني الأسبق سيدي محمد والهيداذة وشقيقه وعدد آخر من المتهمين. وكانت المحكمة قد استمعت إلى كافة الدفوع الشكلية التي قدمها محامو دفاع المتهمين، واعتبروا فيها أن المسطرة التي تم تتبعها في المحاكمة ليست قانونية، ونفى المتهمون كل التهم الموجهة إليهم بخصوص حيازة وتهريب وبيع المخدرات أثناء مثولهم أمام المحكمة الجنائية بنواكشوط. وكانت السلطات قد اعتقلت ولد هيدالة وشقيقه وعدد من المتهمين مطلع العام الحالي بعد تفكيك الأمن الموريتاني شبكة لتهريب المخدرات داخل مخيم على ضفاف المحيط الأطلسي شمال العاصمة نواكشوط، بحسب ما أعلنته مصادر حكومية. وفي سياق مختلف، أجرى الوزير الأول الموريتاني يحيى الحدامين اليوم الثلاثاء في نواكشوط مباحثات حول ملفات التعاون بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي للساحل إنجيل لوساذا. وبحسب الوكالة الموريتانية للأنباء، فقد أشاد المسؤول الأوروبي بالدور الذي تلعبه موريتانيا في إطار مجموعة الدول الخمس في الساحل، كما كشف أنه بحث مع الوزير الأول مواضيع اللقاء المرتقب بين ممثلة الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية المجموعة في 17 من يونيو المقبل، مثمنا الأجواء التي جرت فيها اجتماعات الملتقى الإقليمي لقوات الدرك في منطقتي الساحل وجنوب الساحل ونظرائهم الأوروبيين ونقاشاتها للقضايا الأمنية في المنطقة. في سياق مختلف، أجرى وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم دكتور سيدي ولد سالم بالعاصمة الجزائرية مباحثات مع نظيره الجزائري السيد طاهر حجار، تمحورت حول التعاون القائم بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. وكان الوزير التقى خلال الزيارة بممثلي طلاب الجزائر واستمع إلى المشاكل التي يعانون منها كتأخير المنح وبعض الأمور المتعلقة بالتسجيل، متعهداً بحلها في القريب العاجل حسب قوله. يذكر أن الجزائر يقيم فيها أزيد من 1000 طالب يدرسون في مجالات مختلفة وغالبيتهم ممنوحين من قبل الدولة الموريتانية. أشرف يوم الأحد الماضي بقاعة المجتمع المدني ببلدية دار النعيم حاكم مقاطعة دار النعيم السيد سي مامادو كوجيل رفقة عمدة المدينة جناتا ولد النقرة على انعقاد الجمعية العامة لاتحاد المنظمات الأهلية بدار النعيم، والتي أسفرت عن المصادقة بالإجماع على مكتب توافقي للاتحاد الذي ظلت هياكله مجمدة طيلة سنتين بفعل الخلافات الدائرة بين أعضائه. وقد صادق الأعضاء في هذه الدورة على مكتب مكون من 20 عضواً برئاسة الدكتور الحسن ولد مبارك، كما شكل اختتام الدورة الرابعة للاتحاد فرصة أعرب خلالها قادة المجتمع المدني عن تثمينهم للجهد الذي اطلع به عمدة البلدية الأستاذ جناتا ولد النقرة،
وذلك على مدى أشهر عديدة قاد خلالها فريقه مزيدا من المباحثات والمشاورات واللقاءات الهادفة إلى تنشيط هياكل الاتحاد وإنهاء حالة الجمود التي تكتنف فعالياته، وهو الجهد الذي أفضى إلى التوصل إلى اتفاق تاريخي بين أطراف الخلاف المختلفة. قال ممثل تنسيقية الحركات الأزوادية محمد المولود رمضان في تصريح للصحافة في ختام لقاء جمعه بممثل عن البلاتفورم ووزير الخارجية الجزائري رمضان المعامرة إن تنصيب السلطة الانتقالية يعد أحد النقاط المتفق عليها في اتفاق السلم والمصالحة. وأضاف الممثل أن تنصيب سلطة انتقالية في مالي متفق عليها من قبل جميع الأطراف لتطبيق اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن وساطة دولية رعتها الجزائر، موضحا أن اللقاء الذي جمعه العمامرة جاء لمناقشة الأسباب الرئيسية التي تعيق تطبيق اتفاق السلم والمصالحة بعد سنة من التوقيع عليه. أقامت خيرية بن عطاء بتوزيع أطنان من المواد الغذائية على الأسر المحتاجة في مدينة وادان، ويعتبر توزيع تلك المواد ضمن نشاطات ومشاريع دأبت الجمعية على القيام بها في مقاطعة وادان، تضمنت دعماً للبلدية وتنظيم بعض القوافل الصحية وحفر للآبار وإعادة لتأهيل الطرق. الزميل السالك عبد الله وتقرير عن الموضوع. خيرية بن عطاء الله توزع مساعدات غذائية على الأسر الأكثر احتياجا في وادان، وذلك في إطار مشروعها الجديد إفطار الصائم 2016. حضر حفل التوزيع ممثلون عن السلطات الإدارية والبلدية وجمع من المستفيدين وساكنة المدينة. تمثلت المساعدات في المواد الغذائية الأبرز استعمالا أثناء شهر رمضان. وستستفيد من هذا المشروع 300 أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً بالمقاطعة. أيها الحضور الكريم، لا يخفى عليكم قدر هذا الشهر الكريم وأهمية اغتنام فرصته للتزود بالتقوى والعمل الصالح، غير أنه يجب الانتباه إلى أن ذلك لا يعني أنه شهر كسل وخمول، بل هو شهر جد واجتهاد وتفان في كل عمل ينفع الناس ويسهم في بناء الوطن. 300 أسرة استفادت من 33 طناً و300 كيلوغرام من المواد الغذائية. وقد شكر حاكم وادان الخيرية على النشاطات التي تقوم بها لأجل مساعدة الضعفاء والمحرومين في وادان. انتهز هذه الفرصة لأن أتقدم لخيرية بن عطاء الله ولرئيسها وطاقمها المحترم كامل تقديرنا وتشكراتنا كسلطات رسمية على هذا الجهد النبيل اللي ما تقدمه لساكنة المقاطعة منذ فترة طويلة. والحقيقة أنه كما ورد في خطاب السيد الرئيس أن المنظمة عودتنا على أنها تتدخل في جميع مجالات الحياة دعما للسكان الأكثر هشاشة، وهذا بطبيعة الحال هو دور مكمل للجهات الرسمية، ونشكر الهيئة الخيرية على هذا المواكبة الطيبة لجهود الحكومة في هذا المجال. المستفيدون من التوزيعات عبروا عن مدى امتنانهم للخيرية التي طالما وقفت معهم منذ نشأتها قبل 10 سنوات، حيث مولت تعاونيات نسوية بلغ عددها 77 تعاونية، بالإضافة إلى عدة مشاريع أخرى مدرات للدخل. خيرية إحنا جاتنا هون ودعمتنا وعدلنا حانوت، عدلت لنا حانوت هو نبيعوا فيه جميع المواد الغذائية وجميع المواد المنزلية، الأثاث المنزلية كاملة نبيعوها هو عندنا، وعندنا عقب جاتنا ورا ذاك ومولت النقاص وهما نحن هما الشارفات عليه. ما نقدر نقوم قاع منتوجات هذا المشروع للوداع، والابن هذا هو الوحيد هو داع من موضوع الوداع ما يقدر يقوم على المزارعين، اللي انا واحد منهم وعلى الناس الثانيه.
هذا النشاط يأتي أياما قليلة قبل شهر رمضان الكريم، وهو نشاط من بين أخرى عديدة قامت بها الجمعية، منها إنشاء دكاكن جماعية وتوفير غاز البوتان ودعم الأسر الفقيرة كمشروع الرحمة الذي يهدف إلى كفالة 80 أسرة محتاجة بصفة دائمة، وهذا بالإضافة إلى توزيع للقروض على المنمين والمزارعين. والهدف من هذه الأعمال الخيرية حسب القائمين عليها هو الإنفاق في سبيل الله. السلك عبد الله، الوطنية. نفتح الآن صفحة الأنباء الدولية مع زميلة العالية مسعود. يبدو أن الأنباء الدولية غير جائزة، سنعود إليها لاحقا. الكابتن صلاح الدين سيد أحمد وجديد الملاعب الرياضية نتابعه. شكرا لك الزميل أحمد يوسف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار الرياضية الموجزة من قناة الوطنية، أهلا بكم. قرر الاتحاد الموريتاني لكرة القدم إقالة المدرب الفرنسي لمنتخب الشباب موريتانيا في سانت روتيري. مصادر خاصة داخل الاتحادية أكدت أن رئيس الاتحاد أحمد اليحيى اتخذ القرار بعد الهزيمة الكبيرة للفريق أمام منتخب الشباب مالي لنواكشوط بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة الذهاب ضمن تصفيات أمم إفريقيا التي ستقام العام المقبل في زامبيا. وأشارت المصادر إلى أنه اليحيى أبلغ القرار لعدد من مساعديه، لكنه لن يعلنه رسميا إلا بعد عودة روتيري من بوماكو، حيث سيقود الشباب موريتانيا في مباراة الإياب المقررة في 12 من يونيو المقبل. نفى عضو الخلية الإعلامية بالاتحادية الموريتانية لكرة القدم محمد ولندح في تدوينة له على فيسبوك ما أشيع حول وجود خلاف بين مدرب المنتخب الوطني مارتينيز واللاعب الوطني جيجيري جالو. ولندح أكد أنه ليس هناك خلاف بين نجم وسط المنتخب الوطني جيجيري جالو ومدرب المنتخب كورنتان مارتينيز كما زعمت بعض وسائل الإعلام. يذكر أن جيجيري قد عانى مؤخرا من بعض الألام وخشي أن يكون سببها مضاعفات إصابته الأخيرة التي أبعدته عن الملاعب فترة طويلة نسبيا، ما جعله يبقى في فرنسا عدة أيام لإجراء بعض الفحوص والعلاجات الطبيعية في انتظار أن يلتحق بالمنتخب الوطني في الأيام القليلة القادمة. وجه وصيف دور الدرجة الأولى الغامبي في الموسم الماضي والمتصدر الحالي ريال بانجول الدعوة لبطل الدور الوطني أفسية تفرق زينة للمشاركة في احتفالاته في إطار تخليده ليون بليه الفضي بعد مرور 50 سنة على إنشائه، بعد أن وجه دعوات لعدد من الفرق الغرب إفريقية لحضور حفل يقيمه بالمناسبة. وكان بين من وجهت لهم الدعوة فريق أفسية تفرق زينة حامل لقب الدوري الوطني، هذا واستشارك الفرق المدعوة في تصفيات تستمر على مدى أسبوع كامل نهاية شهر أكتوبر المقبل. أظهر صعود نادي داز من العاصمة نواكشوط لدور الأضواء الموسم القادم ردود أفعال قاضبة بجانب عدد كبير من رؤساء أندية الدرجة الثانية الذين اتهموا رئيس النادي بابا مغار الذي يشغل في نفس الوقت رئيس اللجنة المنظمة والمشرفة على الدوري باتباع طرق غير شرعية لصعود فريقه لدور الدرجة الأولى. رؤساء الأندية أكدوا أنه كان على رئيس داز أن يستقيل من تنظيم البطولة من بطولة الدرجة الثانية أو من رئاسة النادي إذا أراد أن تكون الأمور شفافة ونزيهة، مستدلين في هذا الصدد باستقالة رئيس اتحاد الكرة واليحيى من رئاسة نادي أفسن وليبو بعد انتخابه في منصبه الجديد الذي يتطلب الحيادة بين جميع الأندية الرياضية. بهذا الخبر نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية عرضنا الرياضي. عودة إلى استديو النشرة والزميل أحمد يوسف. شكرا لك الزميل سيد أحمد. نعود الآن إلى الزميلة العالية وجديد الأنباء الدولية.
اقتحمت القوات العراقية مدينة الفلوجة من 3 محاور، ما يشكل بداية لمرحلة جديدة من عملية استعادة السيطرة على المدينة التي تعد أحد معقلين رئيسيين لتنظيم الدولة في العراق، على ما أعلن قادة عسكريون. أجرت كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء تجربة فاشلة على إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى، حسب ما أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بانتهاك صارخ لقرارات منظمة الأمم المتحدة. بعد مرور نصف قرن على مقتلهم، تنقل جثث عائلة ل32 جنديا أستراليا وأفرادا من عائلاتهم قتلوا في حرب فيتنام إلى وطنهم من ماليزيا. يصبر علماء من العالم أجمع أقوار المياه البلورية النقية على ارتفاع 30 مترا فوق قاع المحيط في خليج المكسيك، بحثا عن بقايا النيزك الذي ينسب إليه التسبب بانقراض الديناصورات. وصلنا إلى نهاية مسائيتنا لهذا اليوم، تذكير بأبرز ما جاء فيها. رئيس جبهة البوليزاريو محمد بن عبد العزيز في ذمة الله. خلال مهرجانه ولد بالخير يدعو الأطراف السياسية إلى احترام وجهات النظر المختلفة. ميلاد حكم جديد بين الموالاة والمعارضة. واكشور تحتضن ورشة لمكافحة الهجرة السرية وحماية الحدود. وفي النشرة تابعتم أيضا، جمعية ابن عطاء الله الخيرية توزع بعض المواد الغذائية على أسر في مدينة وادان. لكم جزيل الشكر على كرم المتابعة، في أمان الله.